ده المكان العالي اللي تقدر تشرح فيه لانه هو ظاهر فيه البلان كله بتاع المعبد. سريعا كده المعبد مهدى او مكرس لمين؟ عشان الناس بس لسه تاخد بالها جديد. الثالوث السكندري، حاجه اسمها الثالوث بتاع اسكندريه. العباده المصريه القديمه اعتمدت على فكره الثواليس، خلاص اللي هو اله والهه ولهم اله ابن، خلاص معظم الثواليس كده، في ثواليس اكسبشن في الديانه. اوكي طيب لما جه بطليموس الاول كان الاغلبيه مصريين ولا يونان؟ مصريين. اوكي لكن هو اكتسب عدد كبير جدا من اليونان ان هم ييجوا ويقعدوا في مصر ويعني يقعدوا في اسكندريه بالذات اللي هو بقى لسه بيبنوها ومنطقه الفيوم، وقال لهم انا هديكم اقطاعات زراعيه كتير جدا واداهم بريفيليجز واصبحوا هم عليه القوم. اوكي يبقى انا عندي جنسيتين، جنسيه مصريه وجنسيه ايه يونانيه. المشكله في ايه؟ المشكله في الدين. ليه بقى؟ لان احنا برضو زي اعتقد اتكلمنا قبل كده ان المشكله ان الديانه المصريه مختلفه عن بقيه الديانات نتيجه ان هم كانوا بيميلوا اكتر للتصوير الحيواني او بيبقى فيه دايما رمز حيواني للالهه المصريه، خلاص. فبطليموس خاف الدنيا ايه يحصل فيها مشاكل، فقال لك خلاص احنا هنعمل ثالوث يجمع ما بين الاثنين علشان يعمل وحدة دينية تدعم وحدته السياسية ما بين جنسيتين المهمين بالنسبة له، جنسية اليونان لان هم ده إليت بيبل، هم اكتر ناس ايه يعني عالي القوم. اوكي والمصريين هم اغلبية مش مهمين بالنسبة له بس هم الاغلبية. اوكي طيب لو هو نقى مثلا اله زي اوزايرس اللي هو اعلى واحد عند المصريين، مين اللي هيزعل؟ زين. واليونانيين مثلا لو قالوا خلاص احنا هناخد زوس اعلى واحد عند اليونان، المصريين ايه؟ هيزعلوا. فقال لك خلاص احنا هناخد اله معروف عند الاثنين وهنعمل كده فيه شويه ايه تغييرات. مين كان الاله ده؟ واحد اسمه حب. حب اللي هو العجل ابيس، حب اللي هو العجل ابيس كان احد العجول او اشهر العجول المقدسه في مصر القديمه، لدرجه ان الملك لان هو كان مرتبط بفكره الملكيه ودايما الملوك بيصوروا بديل الثور على المعابد، خلاص لان كان في احتفال لتجديد الملكيه وشباب الملك اسمه الحبسك فاستيفال. اوكي طيب اذا العجل كان مرتبط زي ما بنقول بالملكيه والخصوبه والخصوبه الحيوانيه وبلا بلا بلا كلام كتير قوي. اوكي بالاضافه كده ظهر نوع من العجول او الحب دوت كان ممتزج بالاله المصري اوزايرس، فكان اسمه ايه بقى؟ وزير حب. ده الاسم المصري بتاع العجل ابيس ممتزجا مع الاله اوزايرس، اسمه وزير اوزايرس حب. قال لك خلاص احنا هناخد ده بس هنعمل كام تغيير فيه؟ تغييرين زي ما بنقول ان اليونان ما كانوش بيحبذوا الشكل الحيواني، خلاص فغيروا الشكل الحيواني للشكل الادمي، اصبح سيرابيس او المعبود الجديد بيظهر بشكل ادمي بالخيتون بالهيماتون بالشعر الكثيف واللحيه الكثيفه زيه زي اي اله يوناني تاني. طب المشكله في الاسم، هل في حد يوناني هيعرف ينطق وزير حب؟ اللغه المصريه كانت بتعتمد على الشورت بارتس، يعني هتلاقي مثلا كل النصوص ايه دي ان اي ان اك هتبوه نفروه، كل الكلام صعب ان هو يتنطق بهذا الشكل من واحد خواجه، خلاص. فهو فقال لك ايه خلاص هنشيل الدبليو اللي في الاول هتبقى سر حب، ها دي مش عندهم، فراح شايل الاتش اللي تحتها نقطه وحاطط ايه تبقى ايه سر رابتس شورت اتس فيري شورت، فراح حاطط اي اس كعاده الالهه الاسامي المصريه دايما كانت في اليوناني تاخد اي اس تسهيلا للنطق، خلاص اسد اصبحت ايه اي زاس، وزير في اليوناني اصبح ايه اوزاي ريس ده يوناني، خلاص. طب سير حب هيبقى ايه بقى؟ سيراب بس، هو ده سيراب، خلاص. وزي ما قلنا ان هو بيصور بشكل رجل، يبقى هو عمل تغيير في الشكل وتغيير في الاسم كمان، اعطاله الالهه وهي اللي شهرته بقى الزوجه بتاعته ان هو مين؟ الإلهة إيزيس، لأن الإلهة إيزيس هي الإلهة المصرية تكاد تكون الوحيدة اللي عبادتها تخطت حدود مصر. إحنا عندنا معابد كاملة للإلهة إيزيس في روما، خلاص. فهي كانت متقبلة جدا من قبل الإيه؟ اليونان والرومان، وأعطوا له إله صغير اسمه إيه بقى؟ حربقراط. أوكي؟ لغاية كده مفهوم؟ طيب سيرابيس سيرابيوم
يقال بقى ايه نسجوا الكلام الكتير عليه. قال لك ان المؤرخ تاكيتوس قال ان بطلميوس الاول حلم حلم ان سرابيس كان بيعبد في جزيره سنو، وقال له ان انت لو جبت عبادتي او جبت التمثال بتاعي لاسكندريه، اسكندريه هتحقق الرخاء الاقتصادي وكلام كتير كده. اوكي، وان السنوبيوس اهل جزيره سنو رفضوا ان هم يدوا له التمثال، وبعد 3 سنين لقوه بسم الله ما شاء الله ميركل كده وتم نقله. كل الكلام ده من الاخر شغل كهنه خلاص عشان يبداوا يمهدوا لوجود عباده جديده. اوكي، غير كده مفهوم. طيب السرابيوم ده كان مدخله من ناحيه الشرق، فيدل كده ان هو معبد يوناني. خلاص، كان بيبتدي بمجموعه من السلالم، وبعد كده عندنا مكان اللي هو اوبن كورت، وبعد كده بيلرد هول. بيلرد هول يعني مكان او زي ما بنقول عليه رواق، صاله بيها مجموعه من الاعمده، وفي النهايه خالص الايه السانكتوري اللي بيبقى فيه التمثال الرئيسي للمعبود. كامل المعبد يقال ان تم استكمال المعبد او في عصر بطلميوس الثالث، والن رو خلاص احد مديري المتحف اليوناني الروماني اكتشف 10 ودائع اساس من الفضه والذهب والفاينانس موجوده. عارفين ودائع الاساس بتاعه السرابيوم موجوده في المتحف اليوناني الروماني. خلاص، بتقول ان المعبد تم بنائه او استكماله في عصر بطلميوس الثالث. اوكي، لغايه كده مفهوم. في عصر تراجان وهادريان، حصلت في فتره التراجان المشاكل الابرايزنجز اللي حصلت في تاريخ اسكندريه، واليهود يقال ان هو دمروا هذا المعبد وتم اعاده بنائه تاني في عصر ايه تراجان. اذا معنى كده انا عندي سرابيوم استمر خلال الفتره البطلميه واعيد مره اخرى في عصر ايه الروماني. اذا عندي بوتولوميك سرابيوم ورومان سرابيوم. خلاص، لغايه ما في النهايه انتصرت المسيحيه على الوثنيه وتم ازاله المعبد خالص، وعلى انقاضه تم بناء كنيسه اسمها كنيسه يوحنا المعمدان سان جون، لغايه قعدت فتره ايه طويله من الزمان. طيب انا عرفت شكل السرابيوم منين؟ من حاجتين. ففي مصدرين رئيسيين للسرابيوم. اول حاجه العملات بتصور وجهه المعبد، دي حاجه، وتاني حاجه روفينوس. روفينوس دوت كاتب شارك في تدمير المعبد السرابيوم اثناء انتصار المسيحيه على الوثنيه، وهو اللي قال للمسيحيين دخلوا بيلرد هول ومش عارفه عامله ازاي. فمن خلال وصفه عرف شكل المعبد من جوه عامل ازاي. مفهوم يا شباب؟ So this is the Serapeum temple. It's dedicated to the Alexandrian triad. The Egyptian religion depended mainly on having a triad, a group of how many deities? Three deities. Okay? Ptolemy the first wanted to make, and the Ptolemy, the early Ptolemies, wanted to unite two important nationalities. The Egyptian nationality, which will continue to be the demographic majority. يعني ايه demographic majority؟ الأغلبية السكانية. And also the Greeks, the elite people. Okay, and therefore he tried to make the triad of Alexandria to unite the two nationalities to make a religious unification. Supporting, يعني supporting دعم supporting his political unification. بالضبط. وحدة دينية بتدعم الوحدة الايه؟ السياسية. They chose a deity خلاص who could be accepted by both sides. Who was this deity? Hep, Apis bull, the black book of fertility. And he with the bull was highly connected with royalty. He was sometimes called Peherer Hep, the running Apis. It was an Apis describing the king of Egypt. And therefore the king was used usually depicted wearing the bull's tail in the different ceremonies. This god was assimilated with the Egyptian god اللي هو وزير, and he was called وزير Hep. How many changes were made in this god? Two. Modification in the name to be easier in pronunciation by the Greeks. From وزير Hep to Serap to Serapis. Okay? The second modification is the modification in the shape. From the animal form to the human form, he was chosen to have Isis, the most famous Egyptian goddess, as a deity, as a wife, and Harpokrat as a son. This temple, what we discovered, the foundation tables. How many foundation tables we found? Ten. Ten foundation tables made of five precious
metals, and they are now preserved in the Greek Roman Museum discovered by Alan Rowe. The temple was built by Ptolemy III, and during the Jewish uprising, أثناء فترة الاضطرابات اليهودية في اسكندرية during the reign of Trajan, it was rebuilt during the Roman times till the victory of Christianity over paganism. Okay, what are the sources to study the shape of the Serapeum? Two, the shape of the Serapeum on the coins, the Roman coins. The second source is the writing of Rufinus. Who was Rufinus? He was a Christian writer. خلاص who participated in يعني ايه participated شارك he participated in the destruction of this temple according to the two sources we can say that this temple was built in the Greek style it begins with a flight of number of steps after that an open court a pillared hall and a chapel okay غير كده مفهوم يلا بينا يلا مرينا